السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد لغرزة البطانية اللي انا كنت منزلها على الصفحة. كلكم طلبتوا كتير ان انتوا تعرفوا ازاي بنعملها. بصوا ادي شكلها اهي، هي دي الغرزة معانا اهي، تمام. طبعا انتي عشان بتعملي البطانية لازم بتكرري الوحدات اللي احنا بنعملها دي كذا مرة. طيب احنا معانا هنا بطرون لازم نمشي عليه اثناء الشغل، وانا هشرحه دلوقتي. البطرون ده عبارة عن ايه؟ اول حاجة ان احنا لازم نعمل عدد غرز يقبل القسمة على 12. يعني انت لو بتعملي مثلا بطانية لازم تعملي عدد يقبل القسمة على 12، يعني 144 غرزة، على حسب بقى العدد اللي ايه اللي انت بتختاريه، او على حسب المقاس اللي انت بتعمليه للبطانيه. انا طبعا هجرب في الاول، هعمل لكم 12 غرزه، وبعدين انت ليكي بقى حريه الاختيار ان انت تعملي المقاس اللي انت تحبيه. اول حاجه احنا بيبقى عندنا اهم 12 غرزه، ادي 2 4 6 8، ادي 10، ادي 12، اهم 2 4 6 8 10 12 كده. انا عندي 12 غرزة على الايه السطور اهي، خلاص. طيب اول حاجة عندي في البطرون عندي العلامة دي. العلامة دي معناها ايه؟ العلامة دي معناها ان انا هشتغل 2 4 6 8 10 12. العلامة دي معناها ايه؟ معناها ان انا بشتغل غرزة عدلة كده اهي. بعد كده عندي الشرطتين. الشرطتين يعني معناها ان انا بشتغل غرزتين الاتنين مقلوبين. طيب عشان اعمل الغرزتين مقلوبين لازم اعمل ايه؟ لازم اخد الخيط معايا لقدام كده اهي، وابتدي اعمل ادخل الغرز من هنا، اعمل كده 2 مقلوبين، ادي واحدة وادي الغرزة التانية، وارجع الخيط لورا تاني اهو، تمام. يبقى انا اول حاجة عملت غرزة عدلة، بعد كده 2 مقلوبين. طيب وارجع بقى الخيط عندي لورا اهو بعد ما عملت الغرز بتاعتي. طيب بعد كده عندي العلامة اللي هي دي. العلامة دي معناها ان انا هعمل غرزة عدلة زي اللي انا عملتها اول السطر اهي. طيب ادي الغرزة العدلة، يبقى انا كده عملت غرزة عدلة 2 مقلوبين، غرزة عدلة. طيب بعد كده عندي العلامة دي رايحة لناحية اليمين، يعني ايه؟ معناها ان انا عندي الغرزة دي هجيبها هحط الاتنين دول على بعض كده، يعني هجيب دي ناحية اليمين واشتغلها اهي. اهو ادي واحدة وادي التانية، اشتغلها كده من تحت. طيب اهي بعد كده عندي ناحية الشمال، يعني معنى كده ان الغرزة بتاعتي اللي هي هنا هتبقى باتجاه العكس اهي، وهشتغل ادي واحدة وادي اللي هي في الاتجاه اللي هو العكس. تمام. هيتبقى عندي هنا دي اللي هي العلامة دي، يعني معناها ان في هنا غرزة عدلة مش هعمل فيها اي حاجة، دي غرزة عدلة. هيتبقى عندنا التلاتة الاخرانيين. التلاتة الاخرانيين اللي هما الاتنين المقلوبين والواحدة العدل. طبعا انت لو بتعملي البطانية بتقفل حد الاتنين المقلوبين وبتكرري اللي في النص، وبتخلي اخر السطر واحدة عدلة وبرده واحدة عدلة من قدام. طيب يبقى انا كده عندي هعمل الاتنين المقلوبين
اجيب الخيط لقدام اهي، هعمل اتنين مقلوبين، هجيب الخيط لقدام اهو، وارجع الخيط لورا عشان اعمل الغرزة العدلة اهو كده. اول سطر عندي خلص زي ما انا قلت كده. اول السطر بعمل واحدة عدلة، اتنين مقلوبين، واحدة عدلة، باخد اتنين على بعض ناحية اليمين واتنين على بعض ناحية الشمال، واحدة عدلة، اتنين مقلوبين، وواحدة عدلة. قلنا لو انت عايزة تكملي البطانية بنعمل ايه؟ بنعمل لحد هنا بس، واخر سطر بعد العدد اللي احنا بنعمله بنعمل واحدة عدلة. طيب هنشوف بقى السطر التاني هنعمل ايه. هنعمل بقى السطر التاني، بصوا زي ما انتوا شايفين كده السطر التاني نفس الكلام. الشرطة دي معناها ان انا هعمل غرزة عدلة فوق الغرزة العدلة اللي انا عملتها. طيب الشرطتين الاتنين دول معناهم ايه؟ الشرطتين الاتنين معناهم ان انا اهو هجيب الخيط اللي عندي لقدام وهعمل غرزتين الاتنين مقلوبين اهي، ادي واحدة وادي الغرزة التانية. وهرجع الخيط لورا عشان يكمل بقية اهو. طيب انا كده عندي العلامة دي، العلامة دي معناها ان الخيط بتاعي هيروح ناحية الشمال، يعني معناها ان العلامة دي هاخدها كده تمام اهي. خلي بالنا واحنا بنعمل في الغرز عشان العدد بتاع الخيط يبقى عارفين انهي حلقة بالظبط اللي بنشتغل بيها اهي كده. يبقى هنحط هنا كده، همسك التانية دي اهي، وهحط اهي دي في الحلقة اهي، اهو كده، وبشد كده اهو عشان اطلع الغرز ابقى عارفاها. طيب بعد كده عندي العلامتين اللي في النص دول، العلامتين اللي في النص دول معناها ان انا عندي في النص هنا غرزتين عدلين اهو. هجيب الخيط كده واعمل ادي غرزة عدلة، ادي واحدة، وادي الغرزة التانية اهي خلاص. طيب بعد كده عندي ايه؟ بعد كده بعد الاتنين العدل انا عندي رايحين ناحية اليمين، يعني معناها ان الغرزة دي هجيبها على ناحية اليمين كده اهي، ادي واحدة وادي التانية اهي. دايما بيتبقى عندي، دايما بيتبقى عندي في الاخر، عندي هنا بقى اهو، دايما بيتبقى عندي في الاخر الاتنين المقلوبين اللي انا برجع الخيط لقدام اهو، بجيب الخيط لقدام كده وبعمل الاتنين المقلوبين اهي، وارجع الخيط لورا تاني عشان اعمل الغرزة العدلة. ده كده السطر التاني. الغرزة دي عبارة عن سطرين بنكررهم كل مرة، يعني هنرجع بعد كده نكرر السطر الاولاني بعد كده نكرر السطر التاني لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه اهو. احنا كده خلصنا السطر التاني، زي ما احنا شايفين كده ابتدى الشكل عندي يتكون معايا الشكل اللي احنا عايزينه زي اللي انا عاملاه كده هنا اهو. ابتدى بصوا كل ما بتبتدي تشتغلي كل ما الشكل بيبتدي يبان اكتر اهو. على فكرة بعد كده لما بتكوي
الغرز دي، كل الغرز دي بتنام، فبيبقى شكل البطانية جميل جدا بمكوة خفيفة وندوس عليها، كل ده الغرز دي كلها بتنزل وبتبقى شكلها بتلمع وشكلها جميل جدا. طيب نكمل السطر التاني. زي ما احنا قلنا هنعمل اول واحدة اللي هي غرزة عدلة، نعمل بعد كده نجيب الخيط لقدام اهو، نجيب الخيط لقدام عشان نعمل اتنين مقلوبين اهو، ادي واحدة ادي التانية. دايما اول تلات غرز واحدة عدلة والاتنين الغرزتين مقلوبين، وارجع الخيط لورا عشان اكمل بقية الشغل اهو. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد الاتنين المقلوبين هنعمل واحدة عدلة اهي. نخلي بالنا بقى ان الشغل هيبتدي يطلع بالشكل ده كده اهي، وبعد كده عندي رايحة الغرز كده، يعني معناها ان دي هتبقى على دي اهي. واضحة اهي، معناها ان دي هتبقى على دي كده اهي، وارجع اشتغل دي كده اهي، شايفينها؟ يا رب تكون واضحة اهي. طيب بعد كده عندي ايه هنا؟ بعد كده عندي الغرزة دي رايحة ناحية الشمال، يعني معناها ان انا هاخد الغرزة دي احطها على دي كده واشتغل من ورا اهي. ادي واحدة وادي الغرزة التانية اهي. طيب بعد كده عندي العلامة دي، يعني معناها ان في غرزة عدلة اهي كده. انا خلصت الشكل اهو، فاضل بقى اخر حاجة اللي هما التلات غرز اللي هما الاخرانيين. طبعا خلاص حفظنا بيبقوا اتنين مقلوبين، ادي واحدة وادي تانية. لازم اجيب الخيط لقدام عشان اعمل الغرزة العدلة. بقى اعمل ايه؟ اجيب الخيط لورا واسحب الغرزة العدلة كده اهو. زي ما انتوا شايفين كده الشكل ابتدى اهو، الشكل ابتدى يتكون اهو اهو. هنعمل ايه؟ هنكرر السطر التاني اهو. هنعمل غرزة عدلة، هنجيب الخيط من ورا كده لقدام كده اهو، هنعمل اتنين مقلوبين اهي، وادي التانية. هنرجع الخيط لورا تاني اهو، هنرجع الخيط لورا اهي، لازم دي كده تخلي الغرزة من ورا عشان اهي كده. بعدين نرجع الخيط كده. هي سهلة، هي صعبة شوية بس في البداية، لكن بعد كده لما بتشتغليها خلاص بتاخدي على الشغل. خلاص عملنا الاتنين المقلوبين، قلنا دي ناحية الشمال، يعني معناها ان انا هجيب دي كده اهي كده، يعني هعمل دي كده معايا كده، يعني ناحية الشمال، يعني معناها ان انا هجيب دي على دي اهي اهي. وطبعا لازم تشتغلي على ترابيزة او حاجة عشان يبقى الشغل معاكي مظبوط اهي. دي على دي اهي، اخدها كده وهاخد التانية اهي اهي. طيب بعد كده عندي العلامتين دول، يعني ايه العلامتين دول؟ معناها
ان الاتنين اللي في الوسط دولت هيبقوا شغل عادي، غرزة عدلة عادية اهي، واحد ادي اتنين اهي. طيب بعد كده العلامة هنا رايحة لناحية اليمين، يعني معنى كده ان انا بصوا الغرزتين اهو اهو، معناها ان انا هجيبها كده كده. يعني بصوا انا اهي الغرزة اهي، وعندي العلامة هنا ناحية اليمين، يعني معناها ان انا هجيب الغرزة دي كده على دي اهي، وهشتغل دي وبعدين الغرزة اللي هي التانية دي. خلاص هيتبقى عندي اخر ثلاث غرز، هجيب الخيط لقدام عشان اعمل اخر اهو اتنين، بيبقوا اتنين مقلوبين اهي اهي، وارجع الخيط لورا عشان اعمل الغرزة العدلة. بصوا كده اهي، هي دي شكل الوحدة اهو، زي ما احنا شايفين كده اهو شكلها، بتبقى شكلها جميل جدا اهي في اللون الروز، باينة اكتر كمان اهي. على فكرة بعد ما بتشتغلي الخيط بتمطيها كده، بصوا بتبقى شكلها عامل كده اهي، بتبقى شكلها جميل قوي، عامله زي فروع الشجر كده اهي. تمام لما بنخلص طبعا البطانية بنبخ البطانية كلها بمية خفيفة، وبعدين بنجيب قماشة حلوة كده ونكويها مكوة هادية. ليه بقى؟ الغرز دي كلها بتنزل، والخيط ده نبص اللي ايه شكله اتغير خالص وبيلمع، وبيبقى شكله جميل جدا 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 زي الشكل اللي انا بنزله على الصفحة. ارجو يكون البطرون كمان اهو اهو، ده غرزة عدلة، الشرطتين دول معناها اتنين مقلوبين، واحدة عدلة دي معناها ان اتنين على بعض ناحية اليمين واتنين ناحية الشمال، غرزة عدلة اتنين مقلوبين غرزة عدلة. وانا قلت قبل كده لو هتعملي بطانية كبيرة بنستغنى عن الاتنين الواحدة الاخرانية دي، وبنكمل السطور تمام، وبنقفل السطر، يعني الحتة الاخرانية دي هي اخر حاجة بنقفل بيها السطر بس، وبنكمل بقية السطور عادي لحد ما نوصل لاخر البطانية. ارجو ان تكون غرزة النهاردة نالت اعجابكم، وان شاء الله نتقابل في غرز او في اشكال تانية من خيوط اليزا بوفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.